2/3/2013، حاجز حميد الطاهر، الراجمات المتواجدة في الحاجز والتي تقوم بدك درع البلد بعشرات الصواريخ يوميا. ها هم قوات الاحتلال الأسدي يقومون بنصب الصواريخ ضد الشعب السوري العازل. راجمة الصواريخ نوع كوري، يقوم حاجز حميد الطاهر بالتنكيل وإعدام المدنيين إعدامات ميدانية لا لشيء، فقط للسادية كزعيمهم وقائدهم وربهم بشار الأسد.